دخل مسرح الهناجر كان مبسوط، متحمس، مشتاق، حالة غريبة. أصل بقاله أكتر من 13 سنة ما مثلش هنا. إيه؟ يا ناري على الصمت على المسرح، فقد تعلمت منك يا مسرح الصمت كما تعلمت الصبر، صمتا جميلا وصبرا جميلا. خالد صالح فضل سنين وسنين يمثل على المسرح ده، بس من يوم ما ظهر في فيلم محامي خلع السينما والتلفزيون خطفوه، أخدوه من المسرح نهائيا، إنما ما قدروش يشيلوه من قلبه. المكان ده موحي وموهب ولو عندي جلال ولو عندي محبة شديدة جدا وقرب. وبعدين في الحقيقة صعب انك تعمل علاقة مع الاشياء تسمى انه استاذي مثلا. فالمسرح هو استاذي، استاذي اللي علمني استخدام صوتي في هذا الفراغ، استاذي اللي علمني استخدام جسمي في هذا الفراغ، استاذي وانا فارد ايديا كده على الستيج وايدي بتجيب من هنا لاخر متفرج هنا. طب ايه رأيك نطلع على الستيج كده وتحكي لي وتتذكر؟ وعلى خشبة المسرح دخل في المود بسرعة، اتبدل بقى خالد صالح تاني. على الخشبة دي عايز اسألك سؤالين. واحد، مين اللي شفته على الخشبة؟ بص يا منى، مش بتزيق. ده مسرح الهناجر، مفيش حاجة اسمها تزيق. ده بقى مفيد في ايه؟ مفيد في ان عايز اقول مثلا يا حاج علي اغلق الباب، الصمت حصل، مفيش بقى يا حاج علي اغلق الباب ما حصلتش. فده معناه ان كل حاجة بتحصل هي بتخدم على شغل الممثل، مش بتخدم، بتساعد على ان شغل الممثل يطلع مظبوط، يبقى تركيزه حلو كده. لا 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 لا، انسي 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 انسي. انت بتحب المسرح ده؟ ان انا لو سبتك هتقعد 3 ساعات تتغزل فيه. استناني بس. طبعا. تفتكر اول جملة دخلت بيها مسرح الهناجر كده حتى لو صغيرة قلتها؟ اول جملة كانت اهي. أنا متهيألي إن هو ده الإيقاع المناسب لطلوع السلم. أسرع من كده ممكن الواحد ينهج، ممكن يتخبط ويرجع تاني الأول بسطة. أبطأ من كده للوقت اللي فاضل يكفي بطء الإيقاع، زائد إن السلم ممكن يبان عالي جدا. أنا حاسس إن كل العربيات ماشية بس بدون طرقها اللي رايحاها. أنا كنت بقول لك إيه؟ مش أنا بقيت أرجع شعر لورا، لأ لقدام. بصي، أنا من الآخر طالب منك حاجة واحدة بس، ابعتي لي اسمك وعنوانك بس بخط واضح كتير. على خشبة المسرح لازم يبقى فيها 20% تركيز عشان الطوارئ، والباقي اندماج. يعني ايه طوارئ؟ الطوارئ اللي ممكن تحصل في اي حاجة، ان بلاك يحصل فجأة لاي ظرف، كل الارتجالات اللي ممكن تحصل على الستيج. وبناخد كمان دروس في الارتجالات كتير جدا، ان موقف
ما لف ما فيهوش عظم واحنا نبتدي نعمل له العظم ده. فلو انا عندي حرفه الارتجال هعرف قوي امشي في الموضوع وارجع تاني واعمل تاني من غير ما يبقى فيه لا اسفاف ولا محاوله لخروج ضحك مش بريء مش جميل مش ممتع يعني. فدي بتعتمد على افق الممثل وقدرته واعلامه وثقافته وتربيته وبيئته حاجات كتيره قوي. انما انا بشوف خروج عن النص هو خروج عن الحياء مش بس عن النص. في مرة عملنا مسرحية كنا بنغني فيها أغنية لذيذة قوي بنقول طز يعني بنقول الدنيا دي بطيخة من حظك لو كانت حمرة أما لو طلعت قرعة إياك تصرخ وتنخ ومدام العالم صايع ونظامه هو الفردة افرد نفسك بالشدة وديها شوية مخترع رتب الدنيا دي بطيخة. احنا مخلوقين عشان كده اصلا يا منى. فضل يمثل ويتحرك ويفتكر كأنه طفل صغير لقى اللعبة اللي بيحبها وعمل عرض مسرحي خاص. اهلا اهلا رسول الله يا خير الهداة الصادقين. انا يا محمد اتيتك من دروب الحائرين فلقد رايت الارض تسكر من دماء الجائعين والناس تحرق في رفات العدل مات العدل فينا من سنين. انا يا رسول الله حائر من يرحم الاباء من يحمي البنين ماذا تقول إذا سرقت الناس خبرني وطيف الجوع يقتل طفلتي وأموت على الطريق وحوله يجري اللصوص وهم سكارى من بقايا مهجتي بالله خبرني رسول الله أين بدايتي أين نهايتي. أنا يا رسول الله لم أعرف مع الدجل الرخيص حكايتي من أكون ماذا أكون أمام قبري مدينتي وأموت في نفسي أموت وأموت في خوفي أموت وأموت في صمتي أموت. أنا يا رسول الله أحيا كي أموت. قالوا بأن الموت موت واحد وأمام كل دقيقة قلبي يموت. إيه الجمال ده؟ أنت كنت بتعرضها في أي مسرح؟ تعالي من دول أول حاجة قلتها هنا. دي أول حاجة قلتها في الهنا؟ أول حاجة قلتها على الجامعة. فاروق جويدة. ايه الشعر ده وايه الاداء ده وايه الاتموسفير ده؟ انا بقالي كتير اصلا ما حضرتش مسرح. وواقع في الحقيقه يا منى واقع كل الحاجات الجميله بنوريها ورا ظهرنا وبندور على سعاده مش لاقيينها ومش هنلاقيها طول ما احنا مش باصين ورا كويس. كل فني هنا مسك حاجه عشان يطلعها في الفيسبوك ولا عامل إضاءة ولا مصمم إضاءة ولا معانا ناس باك ستيج ولا خدمات مسرح ولا نظافة. كل واحد في دول كان بيعمل عمل بالظبط أحلى ما أنا كنت ما بعمل عمل يعني بنفس الحب والإتقان وعايز نفس النتيجة لأن هما كانوا بيقعدوا كمان يتفرجوا على مسرحياته فنانين.